ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يعني اتفضلي. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبتي. هو بال كل سنه يا روحي. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا يا ميمونه. معقوله؟ بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخته، هو تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمان جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر الخير، احنا جايين البنت مش جايين هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طايره يا بنتي، امسكي. وانت سايب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة، تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين ثلاثة، اشتري الحاجة اللي نفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا، شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة أجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم دي؟ عبلة موسى، عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك. خد انا قايمه ساعد منى في المطبخ. هاي. لا يا بابا ميرسي قوي. انت تخلصي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجه واحده بس، ان انا ما كنتش موافق على الجوازه دي من الاول. يا بابا كفايه بقى، شريف ما فيهوش اي حاجه تتعيب. لا، في عجرفه الفقراء ولاد الحيله. وما تنسيش انك انت محسوبه عليا، انت اسمك عبله موسى. وبرضو انا حرم المقدم شريف بركات. يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت لحد بالك. يلا بقول لك يلا. سخنها يا رجالة. سلام. ايه ده؟ جايب حرامي ومكلمش معاك كمان؟ اما حبيبة والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت في الارض عشان يجيبوا الحراميه يبيتوهم في بيوتهم؟ اتفضل. هو عليه؟ اطلع على السلم احسن. لا 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 لا. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. انا في القبه عنبر 1 زيزان 24. بقول لك انا في القبه، مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلا يا حماتي. مساء الخير يا تاني. كده انا عملت حاجه قدامي؟ قدام. طب قول لهم يعملوا لنا شويه خرمان. منى اعمل له شويه سم هاري يشربهم قدامي. ايه؟ تعال هنا اهو، خش قدامي. موسى. ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتنى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهباب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا كريم. انت قدامك سكه من اتنين،
يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. بصي يا صوتك ليه تسمعنا؟ مع السلامه. هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبله ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبله عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده، انجرح منه الشاي يلا خلصيني. انا؟ ايه خايفه من ايه يلا؟ وهيشرب شاي في بيتي؟ يعني انت هتجنن يا شريف؟ مين؟ تسلم ايدك يا قمر، من قد من عدامه محسوبك حنف القبه. نعم؟ حنف القبه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افراج بعد 22 سنة. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. منى منى، عشت الاسامي يا منى. انتي تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيره العفريت ده. انتي متجوزه؟ لا. معقول؟ معقول حد بالحلاوه والجمال ده متجوزه لغايه دلوقتي؟ ازاي يا منى؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي البيت تخشيب يا شريف. سبحان الله سبحان الله. ايه؟ في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى، خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك، كل حاجه فيك بتفكرني بيها، جمالك، رقتك، عينيك، لمسه ايديك. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها من إيديا كده أحطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير وأحس براحة غريبة غريبة. كنت لما أكون متضايق ولا تعبان أروح حاطط دماغي على كتفها كده بس ان انا عايز صغير، عايز صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت تبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل، ما صدقت لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. الكارو اسمع، عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها، ما تجيش ناحيتها خالص، مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما انا قاعده لك في البيت ده يا شريف. بالسلامة والقلب ده عيلك. مالك يا عبلة في ايه بس؟ اسألي محروس اخوكي. الشنطة بتاعتي فين؟ الشنطة دي بس يا عبلة. يا عبلة
عنك انت. حطها فين؟ لا احد. يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انتوا كبرتوا خلاص، انتوا صغيرين على الحاجات دي، ما تصحش كده. مش قاعده في البيت ده، يعني مش قاعده في البيت ده. في 60 داهيه يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت السامع بتقول ايه؟ طيب عندك انت اودالك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدامي. طيب يا شريف انا تقولي في 60 دهية عامله؟ ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف، دي عامله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ لا انتهي. عايز الحق الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل، اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي اهو انا عارفه. الغلطه غلطتي انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه واللي كسر يتسامح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ اه غش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني؟ الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حارق النار في جتته ما تسيبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. انت بس يا شريف بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما بغيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في قواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها شايفة؟ وتقولي لي بتحبك بنت خيرية مصممة على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. مستلك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلعني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك اشبعي بيه. شريف عبله انتوا مجرالكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنينوا مع بعضيهم؟ ايه بقت العيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. دي عيشه بقت تعصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال ايه خرجت خالص. ماشي خربتها وقعدت على تلها. فين زي ما نشوف شغلنا. يلا بينا على الجاره يا باشا. يلا